قال له مشان أعيش أهلي، مشان أقدر علي شو إحنا والله ما نقدر أجيب شيء، وأنا قال لي والله ديبوني طالعة والمخال شو والله لعنة مشان أعيش أهلي شوف عم يعبستويكم، وأهلي ما معاني قدرة أخوي ما قدرة أبوي ما حمى ما بيحسن يشتغل، والله أنا عم عيش عم يعمستوي النهار عم طالع 20 ليرة وقد طالع 25 عشان عيش أهلي عم جيب لنا 5 ليرات من هاي النهار ربطة خبز من هاي شيء عدت عيش أخواتي وأهلي والله ما أنا قدرة ونجيب لك لو كان نجيب لقمة خبز معنا